السلام عليكم إخواني أخواتي داخل المغرب وخارج المغرب، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة. وتنشكر من هذا المنبر الأخ يوسف الصحافي، الإنسان المحترم، الإنسان اللي كيتميز بقمة الإنسانية، اللي عطاني هذه الفرصة باش نحكي المعاناة ديالي اللي تنعيشها في الغربة. تقريبا هذه مدة 9 شهور فاش رجعت من المغرب، لقيت مول السكنة داعيني في المحكمة باش نخلي ليه باش نخرج من الدار ديالو، من طبيعة الحال حقاش أنا ما خداماش، ما عاديش باش نخلص. وكنت أنا كان عندي واحد الأمل في الله سبحانه وتعالى هو الأول، ثم في واحد المساعدة كنت دافعاها. الوقت فاش رجعت أنا فاش مشيت المغرب، ما يعني الحمد لله ما كنت بخير وعلى خير، غير وصلت مرضت واحد المرضى خايبة بكورونا فيروس، جاتني تقريبا 2 مرات، عانيت يعني واحد المعاناة حتى بقيت تقريبا 4 شهور حتى وليت شوية شوية. المهم أنا فاش رجعت تقريبا جاوني هاد 2 براوات أنني مرفوضة، عارفوني خرجي، سافرت وتقريبا طولت على 4 شهور، ولكن ماشي خاطري أنا ماشي. المهم مسكنة دابا راه باقي دوس منها عام، عطوني حكم محكمة، دوست تقريبا عام في هاد السكنة هادي، بقات لي منها 2 شهر، وهاد المدة كاملة لأني فاش اكتشفت أن المساعدة ترفضت ليا بسبب السفر ديالي وبسبب البقاء ديالي في المغرب 4 شهور واللي كانت خارج الإرادة ديالي. المهم هاد المدة كاملة أنا كنت كنقلب على خدمة، خدمت نوار عي باش نسلك راسي شوية يكون عندي شوية فليسات، ولكن السيدة اللي خلاتي البلاصة ديالها رجعت لبلاصتها. دابا أنا محتاجة العمل ديالي، محتاجة العمل ضروري، الله يجزيكم بخير. تنتكلم عن الناس اللي داخل في إسبانيا في أي مدينة، أنا ما عنديش الخيار، أي مدينة كيما بغات تكون نمشي نخدم على راسي، نقابل شي عجوزة، نخدم في ألماسين، نخدم، المهم أنا ما كنعيش الخدمة، الخدمة تنخدمها الحمد لله. المهم غادي نخلي الرقم ديالي، التليفون ديالي، الله يجزيكم بخير في أقرب فرصة إلى جات على خاطركم، لأني محتاجة ضروري ضروري الخدمة باش يعني إنسان يعرف يمشي الحياة ديالو ضروري. يعني إنسان جالس راه ماشي غادي يتصاب السكر، غادي يتصاب جميع الأمراض، ومن فوق الجيب خاوي. وما تقولوش لي العائلة، من العائلة، لأن العائلة أنا فاش كنت في المغرب كنت كنعمل فوتوغرافة في التصوير، كنعمل تصوير في الأعراس في المناسبات، كنت كنقرا في مسجد الهدى، ربما الاخوات دابا غادي يشوفوني غادي يعرفوني الحمد لله في سبيل الله. ولكن الحمد لله تبع واحد المعرفه خيره مع الناس محترمين، جميع الطبقات ديال المجتمع المغربي، غادي يعرفوني، ولكن مع داك الضغط اللي كنت كنعيش فيه مع واحد الاخ الاكبر، واحد خويا كبير كان مسيطر، كان ما يعطينيش، قال لكم ما تخرجيش وما تخدميش، ما يعطينيش سمك باش يصرف عليا وما نخدمش هي جوج. فجاتني هاد الفرصه هادي وخرجت لبرا، هنايا جيت لاسبانيا، يعني ما كانش عنده شي اعتراض عادي. انا بغيت نفهم هاد النقطه، انا لحد الساعه باقي ما فهمتهاش، كيفاش انا كنت وسطكم وكنتي خايف عليا، ومني خرجت من حداكم ما بقيتش خايف عادي، وتضحك معايا وبخير، وسيليكوني كابابل، وسيليكوني مرا ونص. اي انا مرا ونص في بلادي، علاش غادي مشيت لبلاد الناس تكون مراس؟ علاش خصني نبعد عليكم؟ علاش من السبب؟ دابا نتوما كتوسعوا مع راسكم وعايشين وبخير، علاش انا حيتوني من وسطكم؟ هذا بغيت نفهم انا، علاش فرحانين انني حيت من وسطكم؟ عاد واحد بولحية ووليداته دخلوا للدار ديال الوليده دايرين ما بغاو، هذوك ملي كنمشي انا وليت انا اللي ضيفه عندهم، انا وليت ضيفه عندهم. ايوا هاد القصه غادي نعاودها من بعد ان شاء الله، الا جبتها الظروف ان شاء الله. المهم انا تركز الان، الله يجزيكم بخير اخواني اخواتي، نتوما اخواني ونتوما اخواتي. الى هادوك الناس ما بغاونيش نعيش معاهم، هذاك المغرب راه ديالنا كاملين، فهمتي؟ والمغاربه والمغربيات خواتاتي كاملين الحمد لله، الله يجزيكم بخير، تعاطفوا معايا. ماشي غادي نقول لكم صيفطوا لي مساعده ولا كذا ولا كذا، انا باغا نخدم، انا محتاجه خدمه. هذه تقريبا من هاد الجائحه اللي هنا، انا معك خدامه شحال هادي من 2003 تقريبا خدامه، ما عمري ما حسيت بداك العنصريه اللي حسيت بها دابا. دابا واحد العنصريه حسيت بها خايبه بزاف، خايبه
تحيدي الفورات تخدمي، تحيديش ما تخدميش، هذا الشيء اللي كاين دابا. الله يجزيكم بخير، اللي تعرف شي عجوزه نخدم عندها نقابلها، غير بما وقفت على رجلي ان شاء الله من جديد، راني دافعه الجنسيه، كنتسنى عاد تخرج ليا نشوف شي حل، يعني الانسان يبدل يمشي بلاصه اخرى ماشي مشكل. هذا هو الطلب ديالي، الله يجزيكم بخير، وقفوا معايا وقفه بحال اختكم، والله يطول لي في عمركم، وسمحوا لي الا كنت ثقيله على خاطركم، سمحوا لي بزاف، وسمحوا لي الا برزتكم بالمشاكل ديالي. والله يجزي بخير الاخ يوسف، عني خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.